شهد الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من استديو عدن. اجتمع فخامة الأخ الرئيس بالأمس مع الحكومة واللجنة الاقتصادية، واجتمع رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي وعدد من الوزراء والمسؤولين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، وضم الاجتماع أيضا رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، وزراء الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن ونائب وزير المالية. ناقش هذا الاجتماع مؤشرات الاقتصاد اليمني والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية والسلع وإمدادات الخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء والطاقة، وذلك على ضوء مستجدات الأوضاع المحلية بما فيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الإرهابية الحوثية والتطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالتصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي وتداعياتها المحتملة على مختلف القطاعات. أسئلة كثيرة تدور في أذهان الناس حول هذه الاجتماعات وهذه الجهود المبذولة من قبل قيادة الدولة والمؤسسات الاقتصادية المعنية ورئاسة الوزراء. كثير من الاجتماعات أيضا في الماضي كانت حاضرة. أين هو مشهد الاقتصاد اليوم؟ ماذا يريد المواطن بعد هذه الجعجعة الكبيرة التي عاناها المواطنون طيلة سنوات؟ لا يمكن السكوت عن الوضع كما يقول الكثير من الناس، كما تقول أيضا بعض القيادات، كما يقول أيضا فخامة الأخ الرئيس. ملف مهم وأسئلة تطرح من الجميع في هذا الملف سنتناولها في هذه الحلقة. سنبحث عن تفاصيل الحلول، لماذا أخفقوا خلال الفترة الماضية، ما هي الحلول وما هي الأولويات وما هي الآليات وما هي الأدوات، وكيف يمكن معالجة الوضع الاقتصادي المتأزم في بلادنا. نرحب بدكتور هشام الصرمي، أستاذ الاقتصاد المساعد في المعهد الوطني للعلوم الإدارية، كما نرحب بالأخ فارس النجار الخبير الاقتصادي. أخي هشام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أولا، هل يمكن أن تعطي المشاهد الكريم نبذة عن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا الآن؟ ما هي التصنيفات الدولية والترتيبات العالمية لاقتصادنا اليمني، وخاصة بعد هذه الأزمات المتتالية التي دفع المواطن فيها أثمانا باهظة؟ للأسف نحن نعيش اقتصاد يتدهور باستمرار بسبب عدة عوامل. الأولى أو العامل الأول والرئيسي هي الحرب، نعم، وتداعياتها المستمرة. أما العامل الذي نعتبره أيضا عامل رئيس، وهو الحكومة الشرعية ومستوى تعاطيها مع المشكلة الاقتصادية ومستوى التفاوض مع ميليشيا الحوثي. أنا أريد صوت الضيف في أذني، تفضل تفضل كمل. لا نريد أو اتسم الأمر خلال الفترة الماضية بتفاوض لا يرقى إلى مستوى كفاءة عالية مع ميليشيا الحوثي التي تناور باستمرار، تكسب باستمرار، تحقق مكاسب باستمرار، تحقق مكاسب بالجبر، بالإوتاوات، باستخدام العنف، باستخدام القوة، هذا ديدن كل العصابات الإجرامية والإرهابية. لا نختلف حول أنها ميليشيا وليست دولة، لا نختلف يعني أخي، بس عشان لا يفهم خطأ، عشان لا يفهم خطأ أخي هشام، المعاناة واحدة، المواطن يئن في مختلف محافظات الجمهورية، الوضع الاقتصادي المزري في مختلف محافظات الجمهورية، لا يعيش المواطنون في تلك المناطق كما في حياة مخملية. كما الوضع الاقتصادي مزري نظرا لماذا؟ نظرا لتوقف صادرات النفط والغاز الذي لم تستطع الحكومة الشرعية أن تحقق فيه أي تقدم. المواطن في وضع مزري لماذا؟ لأن الإيرادات السيادية كالاتصالات وما شابه ما تزال لدى جماعة الحوثي الإرهابية حتى اللحظة. الإيرادات التي ترفع بشكل مستمر
في التعرفة الجمركية والضريبية في المنافذ البرية أيضا إلى 100% من 20% إلى 20%، بينما لا تحرك ساكنا. الحكومة الشرعية تمتلك نقاط قوة تفقد كل يوم نقطة منها مع مرور سنوات الحرب. مثلا على سبيل المثال، كانت الحكومة الشرعية تمتلك نقطة قوة التي هي مبيعات النفط أو مشتقات النفطية والغاز إلى مناطق الخضوع، تستطيع أن تقدم الكثير من خلال هذا المحور فقط، تستطيع سحب الريال القديم، تستطيع فرض آلية معينة لهذا البيع. طيب دعنا أخي هشام الله يعطيك الصحة، يعني نسلسل الأمور نوعا ما. نحن بدأنا نريد أن نعرف وضعنا الاقتصادي الآن. خلينا نشرك معنا الأخ فارس النجار، يمكن حدثنا حول هذه الجزئية. التصنيفات الدولية وخبراء الاقتصاد والتنمية في العالم كيف ينظرون إلى واقع اليمن الاقتصادي؟ نحن دولة، نحن اقتصاد هش، اقتصاد ضعيف، اقتصاد منهار. ما هو نوع التصنيف الذي يطلقونه على وضعنا في اليمن؟ مساء الخير عليك اخي العزيز وعلى ضيفك الكريم وعلى كل الساده المشاهدين. مساء الخير. من المعروف ان اليمن لديها اقتصادا هشا. مؤخرا الحرب زادت من حده الانهيار الاقتصادي. انخفض الناتج المحلي الاجمالي في اليمن الى 21 مليار دولار بعد ان كان 36 مليار دولار. زادت حدة انعدام الأمن الغذائي، ووصلنا مؤخرا إلى 20 مليون يمني يدخلون في المستوى بعد الثالث من حالات انعدام الأمن الغذائي، بمعنى بأن هناك 20 مليون يمني قد يمر عليهم يوم بالكامل دون الحصول على وجبة واحدة فقط. حققنا نموا طفيفا في النصف الأول من 22 نتيجة زيادة صادرات النفط، كان تصنيفها حسب بيانات البنك الدولي، إلا أننا المؤشرات تقول بأن العام 2024 سيكون صعبا إذا استمرت عليه الأوضاع كما هي عليه، سينخفض الناتج المحلي أكثر، ستظل معدلات التضخم مرتفعة. من الصعب التنبؤ اليوم إذا كان الوضع سيستمر كما هو عليه أم سيتحسن الأفضل، لأن ذلك مبني على مؤشرات متعلقة باستكمال الحل السياسي والاقتصادي في اليمن. نعم. هل هناك ستحصل أي تطورات فيما يتعلق بالمشهد الاقتصادي باليمن والاتفاقات التي يرعاها الأشقاء؟ هل سنوصل إلى اتفاقات فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي؟ لذلك اليوم من الصعب التنبؤ عما كيف سيكون الحال في 24، ولكن إذا استمر الوضع كما هو عليه فإن المؤشرات تقول بأن حدة انعدام الأمن الغذائي تزيد، مؤشرات البطالة تكبر، سيظل هناك حالة كبيرة من التضخم في أسعار السلع والخدمات التي تتزايد اليوم نتيجة أمرين، إما ارتفاع الأسعار عالميا أو تدهور قيمة العملة الوطنية محليا. طيب دعنا يعني نعود للخبر ونسأل من جوف الخبر كما يقال. من ضمن التوجيهات، يعني ما هي الإجراءات الحكومية المتخذة لتحسين الأداء الاقتصادي حتى الآن؟ ما يعني هذا موجود في 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 في, في سياق الخبر. احنا نعود الى سؤال، ما هي الاجراءات الحكوميه المتخذه لتحسين الاداء الاقتصادي بنظرك، يعني وكيف تنظر لتلك الاجراءات التي اتخذت خلال الفتره الماضيه، ولماذا لم تؤتي ثمار هذه الاجراءات؟ دعنا نكون واضحين ونتحدث عن الاجراءات الايجابيه وكذلك الجانب. نعم. عملت الحكومه خلال الفتره الماضيه على العمل بشكل كبير على عودة الصادرات النفطية رويدا، وصلنا قبل إلى إبريل تقريبا 22 تحسنت صادرات النفط، وصلنا لما يقارب 100,000 برميل. 100,000 برميل ساعدت في زيادة إيرادات البلد، وبالتالي مكن ذلك البنك المركزي من التدخل عن طريق المزادات، سحب أكثر من تريليون ريال من العرض النقدي الموجود في السوق، أدى ذلك إلى حدوث استقرار نسبي عند مستوى معين في سعر صرف العملة الوطنية. إلا أننا بلد اقتصاد ريعي يعتمد بدرجة رئيسية على صادراته من النفط، فتوقف صادرات النفط في اليمن أعادتنا إلى مربع الصفر، أو جعلت أن هناك أكثر من 65% من مواردنا فقدناها، وبالتالي كل الاقتصادية التي اتخذت لزيادة
الإيرادات الضريبية والجمركية لا يمكن أن تحل محل صادراتنا من النفط. لذلك أتى تدخل الأشقاء في المملكة العربية السعودية بتقديم منحة مباشرة بمقدار مليار و200 مليون لتغذية ثلاث أمور رئيسية اتجهت نحو الرواتب الأجور، أيضا استمرار المزادات التي يقوم بها البنك المركزي لتغطية فاتورة الاستيراد، وأيضا الوقود الخاص بمحطات الكهرباء. على المستوى المحلي هناك يعني قطاعات ما زال العمل فيها لم يتم بشكله المطلوب، ما زال هناك صحيح أن اليوم في محاولات لمعالجة قطاع الاتصالات، وهناك شركة حديثة ستعمل على فصل قطاع الاتصالات أو تطوير قطاع الاتصالات في اليمن يعني إخراجه من هيمنة جماعة الحوثي. هناك محاولات جيدة ولكنها لم تصل إلى الحد المطلوب، ما زال حتى اللحظة قوى المضاربة في السوق هي المتحكم في السعر صعودا وهبوطا، وهذا نتيجة لعدة أمور، أهمها أن الربط الشبكي لم يكتمل حتى الآن، عدم وجود منظومة أمنية متكاملة تساند البنك المركزي، وجود استخباراتي لمحاربة قوى المضاربة في السوق، المبالغ التي تم سحبها عن طريق البنك المركزي عن طريق المزادات تم إعادتها للسوق مجددا كرواتب وأجور ونفقات حكومية نتيجة توقف صادرات النفط وزيادة العجز في موازنة الدولة. نعم نعم يعني اليوم هناك تفكير خارج الصندوق يتعلق بعقود متعلقة بالنفط وبيعه بالآجل، وهناك خطوات تسير بهذا الاتجاه، إلا أننا بحاجة ونقولها بصدق نكشر عن أنيابنا قليلا فيما يتعامل في التعامل مع ميليشيات الحوثي التي اليوم لم تكتفي فتح ميناء الحديدة. نقول بصراحة ميناء الحديدة فتح على أساس بأن يتم هناك حلحلة للجانب الإنساني، حرية لدخول وخروج البضائع بين محافظة الجمهورية، وظل الوضع آمنا حتى شهر يونيو من 23، ولكن عندما بدأ الحوثي بأن يقوم بإجراءات تعسفية تجاه البضائع الواردة من مناطق الشرعية وإجبار التجار على الاستيراد من طريق ميناء الحديدة، هذا أثر على إيراداتنا الضريبية والجمركية حتى، والتي نعم تعتبر المصدر الثاني، نعم ودخلنا أمام تحدي جديد. هذا يتطلب أن نتخذ إجراءات صعبة وأن نواجه طيب 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 نعم هذا الجمود في نعم هذا المسار. دعني أشرك معنا الدكتور هشام. يعني منذ أن تم بعد المشاورات التي تمت في الرياض وتشكل هيئة رئاسة الدولة، وبنظرك هل هذه الخطوات ربما قللت من حجم الكارثة؟ هل ممكن نقول أن هناك أشياء حدثت نعتبرها إيجابية في سياق الحفاظ على ما تبقى من الاقتصاد الوطني؟ كيف تقيم هذه الحالة أستاذ دكتور هشام؟ لنكون صريحين، نعم، بسبب المنحة التي قدمها الأشقاء مليار و200 مليون دولار، الاقتصاد اليوم اليمني ما يزال يقف على قدميه إنجاز التعبير. نعم لو لم تأتي هذه المنحة لكان التدهور الاقتصادي عالي جدا، ولوصل سعر الريال مقابل الدولار لما يفوق 3500 أو 4000، نتيجة ليس فقط للعجز في الإيرادات، ولكن نتيجة للهلع وبقاء السوق تحت وطأة المضاربين. المضاربون اليوم هم الرابح الأكبر، هم تجار الحروب. المضاربون في السوق هم من يتحكمون في سعر الصعود وسعر الهبوط، وهم من يستغلون كل العوامل التي تؤدي إلى انخفاض معين أو بسيط في أو تدهور للقوة الشرائية للريال اليمني، يضخمونها ليستفيدوا، ما بالك إذا انعدمت الإيرادات. نعم كنا نتحدث باستمرار عن ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز في نفس الوقت الذي يجب أن تسعى الحكومة الشرعية في ظل ترشيد النفقات أو سياسات وإجراءات الإصلاح المالي والإداري في نفس التوقيت، في يعني كمنظومة واحدة، لأنه الآن توقف النفط والغاز، ومع ارتفاع الإيرادات في ظل الإصلاحات التي لم تكتمل طبعا بعد، ولكن كان هناك
دخل او ايرادات. ممكن 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 نوضح ما هي هذه الاصلاحات يعني حتى المشاهد يسمع ان هناك اصلاحات ماليه وخدميه منسقه مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين ومع المحليين ومع حتى الوزارات المعنيه في هذا كما نعلم لا تقدم المنح او المساعدات او القروض الاقليميه او الدوليه الا بشروط، وهذه الشروط تخضع للاصلاحات الماليه والاقتصادية أو الإدارية التي قد نرى أحيانا بأنه وضعها في وضع الحرب قد يكون قاسي، مثل رفع سعر الدولار الجمركي ومحاولة إصلاح النزيف المالي والإداري في منظومة الرواتب وما شابه. لكن ارتفعت، أو دعنا نكمل في هذه النقطة، ارتفعت الإيرادات من 475 مليار تقريبا إلى ما يفوق تريليون و200 مليار بعد هذه الإصلاحات، ولكن في المقابل خسرنا من هذا المبلغ ما يصل إلى 65 أو 70% عند فتح ميناء الحديدة نظرا لتوجه السفن في هذا الاتجاه. لكن أنا أعطيك فقط يعني من الشعر بيت كما يقال، هناك معلومات مؤكدة منذ 3 أشهر أن التجار يرفضون أيضا شحن بضائعهم للحديدة لما يتعرضون له من انتهاكات بحقهم وأموالهم، حتى سرقة بضائعهم من قبل الميليشيات في هذه المناطق. تخيل، هذه معلومات أكيدة وصلتني من رجال أعمال وتجار كثيرين، وعادوا 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 يشحنون الى 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 كل من عدن وحضرموت. التجار الذين عانوا من ميناء الحديده، وهؤلاء ليست الشريحه كامله، حاولوا بان يعيدوا الشحن عبر المنافذ البريه، والمنافذ البريه رفعت التعرفه الجمركيه من 20 الى 100%. نعم، وعانوا نفس المعاناة هذه طيب. هذه الشريحة من التجار، والتي تعكس أي تكاليف زائدة على المستهلك النهائي الذي هو المواطن. نعم، يعني حمل هذا الموضوع الجهات الحكومية لدينا، يجب أن تكون هناك سياسات قوية واضحة صارمة تستخدم كل نقاط القوة التي تمتلكها الحكومة الشرعية عند التفاوض أو الأخذ والعطاء مع ميليشيا الحوثي. كما نعلم أن الحرب الاقتصادية لا تقل مطلقا عن الحرب العسكرية. نعم، دعنا يعني نتحدث. عفوا أستاذ هشام، تحتوي بنارها 30 إلى 35 مليون نسمة من اليمنيين. طيب، فقط يعني نحن الآن لدينا جغرافيا ولدينا رئاسة دولة ولدينا حكومة ولدينا موارد ولدينا جهات أمنية وجهات ضريبية ولدينا أيضا منافذ، وكيف يمكن أن يعني تفعيل كل هذه المنافذ الإيرادية لتعزيز حالة الاقتصاد في اليمن؟ يعني هل فشلنا خلال الثمان سنوات الماضية في إيجاد بيئة اقتصادية ربما نقول؟ طبعا الحوثيين عملوا بيئة اقتصادية موازية للاقتصاد بعيدة عن الاقتصاد الدولة، يعني حتى مؤسسات الدولة التي نهبوها لا يستثمروها ولا يستخدمونها، هم لديهم اقتصاد موازي تماما، أموال بعيدة كل البعد عن، لا يضعونها حتى في البنوك. نحن لسنا مثلهم، الحكومة الشرعية لديها الوسائل الكثيرة لمعالجة أو للتخفيف من وطأة هذا الوضع المأساوي بحق الناس. يعني هل كيف يمكن أن هذه الأوعية الإرادية نعزز أدائها وفاعليتها؟ الطرح الذي طرحته متشعب ومتعدد الاتجاهات لدرجة أنني لا أستطيع هل أتحدث عن الإيرادات أم أتحدث عن المنافذ أم أتحدث عن الاقتصاد الموازي للحوثيين. لا 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 لا، ابتعد عن الاقتصاد الموازي، وإنما فقط لغرض التوضيح. سيتشعب، إنما إن عدنا إلى المنظومة الأولى، تحدثنا أن الحكومة من المعلوم أن لديها وزارات معنية متعددة، وإن لم تسر بالإصلاحات المالية والإدارية بشكل متوازي لن نستطيع أن نجني ثمار أي إصلاحات، فاليد الواحدة كما يقال لا تصفق.
لدينا إصلاحات في الجانب الوظيفي يجب أن تكتمل، التي بدأتها وزارة المالية لإسقاط الوظائف الوهمية في الجانب الإداري، وأنوه أيضا والعسكري، فسيكون في هذا الاتجاه توفير عالي في النفقات، وهذه القضية معلومة. يجب أن توجد حلول طارئة أو عاجلة للاستنزاف اليومي للعملة الصعبة من مناطق الشرعية إلى مناطق الخضوع. مثلا مع كل يوم يأتي لدينا نزوح للعملة الصعبة إلى مناطق الخضوع بسبب التبادل التجاري العالي، أو دعنا نقول الخضروات والقات بالتحديد. ملايين الدولارات ترحل يوميا إن لم تكن بالعشرات إلى مناطق الخضوع. لدينا مع كل تسليم رواتب فئة تفوق 55% أهلها يسكنون في مناطق الخضوع، وبالتالي شراء مستمر للعملة الصعبة من مناطق الشرعية إلى مناطق الخضوع. لدينا فاتورة الغذاء والدواء تتحملها الحكومة الشرعية، ويجب أن توجد آلية معينة للتوازي. كل شراء للغذاء والدواء يجب أن يعود من نفس المنفذ الذي تم منه. استخدم الحوثيين ميناء الحديدة لضرب الاقتصاد أو لضرب الشركات التي تعمل في السوق اليمني لعقود، أدخلوا البضائع وبدأوا صناعة في اقتصادهم الموازي لتكتمل الرؤية فقط من خلال ميناء الحديدة. لا يدفعون ضرائب، لا يدفعون جمارك، إنما أجبرت بعض المصانع أن تبيع بالتكلفة وأقل من التكلفة نظرا للمنتجات التي تحاربها أو تدخل بقصد الحرب، ليجعلوا المستثمر اليمني ينزح من السوق. وبالتالي هنا نتحدث عن مؤشرات اقتصادية مثل البطالة، مثل مغادرة الرأسمال ومغادرة العملة الصعبة، مثل بيئة اقتصادية غير محفزة وهي أساسا بيئة حرب. نعم. المستثمر اليمني يضرب به المثل في الصمود وعدم المغادرة، ولكنه لن يستمر لأن رأس المال جبان. ولدينا معلومات طيب. مؤكدة بأن العديد من الاستثمارات اليمنية اليوم بدأت تؤسس في جهات خارجية أو في دول خارجية لها للانتقال بشكل جزئي أو كلي. يعني نقاط كثيرة طرحتها حقيقة، ويعني وكأنك توجه سهامك لابد أن يكون هناك تحرك قوي جدا من قبل الشرعية حتى وعاجل من قبل الشرعية في كثير من هذه الملفات المهمة. كيف نسلم، يعني ما نجنيه نحن لعدونا لكي يستلم العدو ويستفيد هذا العدو من هذه الموارد المالية التي كانت تأتينا؟ اثنين، كيف نسمح بتهريب أو حتى مسألة تسريب العملة الصعبة لهذه المناطق؟ في كثير من دول العالم لا تستطيع أن تصرف 100 دولار يعني إلا بأوراق وما إلى ذلك من معاملات وإجراءات لا حصر لها. الحصول على 100 دولار في دولة معينة من الدول لا تستطيع الحصول عليه، وهناك مصارف معينة وإجراءات شديدة ورقابة غير عادية من أجل الحصول على 1000 دولار ولا 2000 دولار. نحن هذا مفتوح وبطريقة عجيبة غريبة. أستاذ فارس، نعود لهذه الجزئية المهمة في مسألة الإيرادات. يعني الآن هذه الاجتماعات التي يقوم بها فخامة الأخ الرئيس وأيضا اللجنة الاقتصادية المشكلة والأشغال المختلفة، الأعمال المختلفة، تشكيل لجان معينة، ما هي الآليات المناسبة والسريعة والمثمرة والمجدية في قادم الأيام لكي نتحاشى كل هذا الانهيار الاقتصادي الحاصل في البلد؟ هناك خطوات يقوم بها مجلس القيادة تتجه في عدة مسارات معينة. المسار الأول وهو متعلق بتطوير منظومة الاتصالات في المناطق المحررة وسحب بساطها من تحت قبضة الحوثيين، وذلك عن طريق استثمار خارجي في اليمن. الجانب الآخر وهو متعلق بتعزيز الإيرادات المحلية. هناك كانت حالة من التهرب الجمركي الكبير، وهناك أيضا عدم كفاءة عالية في ضبط الإيرادات نتيجة وجود حسابات حكومية متشعبة وكثيرة تقوم بها السلطات المحلية في بعض المحافظات. هناك توقع اليوم باستمرار إغلاق كافة هذه الحسابات
وضمان تحصيل كافة الإيرادات إلى خزينة الدولة. بدأت الخطوة الأولى اليوم في الجوانب الإدارية التي قامت بها الحكومة ومتعلقة بتحويل رواتب الموظفين الحكوميين إلى البنوك، وهذه نعم مهمة لأنها ستغلق الباب أمام كثير من قوى النفوذ السياسية أو قوى النفوذ التي تستخدم هذه الأموال التي تنهبها من رواتب والكشوفات الوهمية وتعيد استخدامها في سوق الصرف في المضاربة، مما يعزز المضاربة مرة أخرى، وهذه نقطة مهمة. اليوم حتى إذا انتقلنا ونشد على الحكومة بالانتقال إلى جانب مهم، وهو أيضا أن تتحول رواتب العسكريين والأمنيين ويتم تسليمها عبر طريق القنوات الحكومية، بما في ذلك إعادة تفعيل دور البريد في تسليم رواتب الموظفين، لأن ذلك سيقنن عملية الكشوفات الوهمية، وبالتالي سيقلل من كمية الفساد المالي لدى مؤسسات الحكومة، وبالتالي سيقلل ذلك من المضاربة، لأن اليوم الفاسدين عندما يجمعوا هذه الأموال أين يستخدموها؟ هم يعودوا استخدامها في السوق مرة أخرى، إما عن طريق المضاربة في العملة أو عن طريق العقارات، وبالتالي أنت اليوم تقفل بابا مهما سيساهم نوعا ما في استقرار سعر الصرف. على مستوى البنك المركزي جزء من الربط الشبكي تم، ولكن يجب أن يتم استكمال الربط الشبكي بشكله الكامل. أعتقد بأننا اليوم إذا استمرت الإجراءات التعسفية التي تقودها جماعة الحوثي على الحكومة الشرعية وعلى البضائع الواردة، يجب أن نتخذ ولو قرارات جزئية، خاصة فيما يتعلق استمرار دخول، يعني مقترح يوضع بأن يتم استمرار دخول الغذاء والدواء عن طريق ميناء الحديدة، بينما يتم تحويل سفن مواد البناء والحاويات لتعود مجددا فقط تحصر عن طريق ميناء عدن، تقنين عملية الاستيراد وتحديد المستوردين، محاربة أو تشديد الرقابة على خروج الأموال خارج مناطق الشرعية، لأن الحوثي يتعمد اليوم مع تزايد النشاط التجاري في محافظة الحديدة من نقل الثقل في الطلب على النقد الأجنبي إلى المناطق المحررة، وهذا الأمر يستغله المضاربون على بالرفق فكرة، على السعري. فكرة لا تستطيع أن تحصل على دولارات في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية على الإطلاق. ما هو هذا اليوم ماذا الذي يقوم به الحوثي؟ الحوثي ينقل ثقل الطلب على النقد الأجنبي إلى مناطق الشرعية، على الرغم من وجود مليارات الدولارات لديه نتيجة تحويلات ضخمة من المساعدات الدولية، والتي تتدفق بشكل كبير إلى مناطق الحوثي ويستخدمها عن طريق ما يسمى لجنة المدفوعات، ويكذب على العالم وتتماهى معه الأمم المتحدة على أنه يستخدم هذه الأموال في دعم فاتورة الاستيراد، وهذا الكلام غير صحيح. هو إن دعم فاتورة الاستيراد فهو يدعمها للأفراد والكيانات التابعة له، والذي يريد أن يعزز موقفه الاقتصادي في السوق اليوم. دعنا في هذه الجزئية، دعم فاتورة الاستيراد، أنا أستغرب من هذا الأسلوب. وخلينا نشارك معنا الأخ هشام في هذا الموضوع أيضا لو عنده. يعني عندما يحسب الدولار للمستوردين ب 450 أو 500 على ما أذكر، وهذا المستورد الذي يأتي بالسلع يبيعها في السوق بشكلها الطبيعي، يعني على أساس أن السعر ليس 450 دولار ولكن أعلى من ذلك بكثير، يعني ماذا استفاد المواطن؟ ماذا استفاد المواطن أخي هشام من هذه الخطوة التي يستفيد منها رجل الأعمال فقط؟ كان هذا الأمر في السابق عندما كان السعر بالشكل المنخفض، لا أدري إن كنت تتحدث عن سعر صرف طبعة الريال القديمة، إنما في السابق كان هذا يحدث، أما الآن فيتم بيع الدولار عبر المزادات، وتتم ويستطيع المصنعين أو التجار عبر البنوك المعنية الشراء العملة الصعبة عبر البنك المركزي عدن عن طريق المزادات. كم قيمة كم تشك كم قيمتها في المزادات؟ يخضع لسعر، يخضع لسعر السوق، وهنا اختلف العديد من الخبراء بأنه كان يفترض أن تكون هناك، مثلا بعضهم يطرح هذا الرأي، أن تكون هناك آلية معينة لسحب البساط من شركات ومنشآت الصرافة ليتحكم البنك المركزي عدن في المشهد، لكن حقيقة المشكلة تفوق حجم البنك المركزي عدن، لأنه الإدارات السابقة لم تكن حريصة ولم تكن كفؤة أو شابها الكثير من الفساد في هذا الجانب. فالكتلة النقدية الموجودة في السوق كما ذكر زميلنا فارس النجار في بداية الحلقة، يعني ما استطاعت إدارة البنك
البنك المركزي عدن أن تستعيده من السوق، صرف مرة أخرى بشكل مرتبات وعاد إلى السوق. ولولا اللاءات الثلاث والتي من ضمنها أو التي اتخذها محافظ البنك المركزي عدن والتي على رأسها عدم الطباعة على المكشوف، لكان الريال اليمني مقابل الدولار اليوم يفوق 5,600 ريال. لم تتوفر الإمكانيات التي أتيحت للإدارات السابقة لهذه الإدارة الحالية، ومع ذلك هنا في إطار ذكر الإيجابيات طالما ذكرتها وأنت وطلبتها في السابق أتى وقتها. الإدارة الحالية في البنك المركزي عدن تسير بشكل جيد وبخطوات ثابتة في ظل انعدام الإيرادات، في ظل انعدام الركن الأول للاقتصاد اليمني وهو النفط والغاز. ومع ذلك لا ننسى موقف الأشقاء في المنحة الحالية التي تعتبر أيضا صمام أمان للعام 2023، ولكن في ظل المسار والوضع المستقبلي يجب أن يكون هناك جهد أكبر ويتم استعادة كل ما فقد من إيرادات، وإلا سيكون الوضع كارثي للغاية. أخي فارس، دعني أشرك معنا الأخ فارس أيضا، كم تشكل يعني مثلا الضرائب والجمارك والتحويلات الخارجية من نسبة الاقتصاد اليمني، وهل يمكن أيضا أن تساهم بشكل كبير جدا في سد الفجوة التي تركها يعني عدم تصدير النفط أو ربما التقليل من هذه الإشكالية؟ تشكل حوالات ما يقارب 3 إلى 3.5 مليار دولار، تعتبر هي اليوم الداعم الرئيس لمصادر النقد الأجنبي في اليمن بعد توقف صادرات النفط. وأثناء وجود صادرات النفط كان لدينا عجز كبير في الإيرادات في تغطية فاتورة الاستيراد يصل إلى 2.7 مليار دولار. اليوم بعد توقف هذه الصادرات زاد حدة العجز لدينا في تغطية فاتورة الاستيراد، الأمر الذي لا تغطيه إلا زيادة الصادرات النفطية أو عودة صادرات الغاز أو زيادة الصادرات الغير نفطية، وهذا ما لم يمكن يعني حلحلته على المدى القصير. اليوم عندما نتحدث اليوم بنحن نريد أن نزود صادراتنا غير النفطية حتى نزود مدخولاتنا من النقد الأجنبي، الأمر طيب. ذلك يحتاج إلى خطة استراتيجية بعيدة المدى، ولكنه لا يمكن حد يعني حصوله على المدى القريب. تفضل. دورة المال المحلية، دعني يعني تأثير دورة المال المحلي أو العملة المحلية، دورتها إيراداتها عبر الجمارك الضرائب وغيرها وغيرها، يعني ما مدى لعبها في 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 التقليل من حالة الكارثة الاقتصادية والتي يعني ربما التنموية التي نعيشها، حالة الفقر المتزايدة، هذه الدورة كيف يمكن أن نسيطر عليها ونجيرها لصالح الوضع الاقتصادي بشكل عام؟ الدورة المحلية، دعنا من دورة المال والاقتصاد الدولي، يعني عفوا الخارجي أو العملة الصعبة. طبعا محليا كلما زادت حجم الإيرادات الضرائب والجمارك كلما جعلنا ذلك أو خفف من العجز في موازنة الدولة، وبالتالي استطعنا أن نوازي ما بين الإيرادات التي نحصل عليها من إيرادات الضرائب والجمارك وما بين ما يتم سحبه من خلال المزادات، وبالتالي ما يعود إلى السوق ليس بقدر الموازي الذي يتم سحبه من خلال المزادات، وبالتالي يحدث هناك تخفيف من كمية العرض النقدي الموجود بالسوق، سينعكس ذلك على سعر صرف العملة الوطنية وعلى أسعار السلاح الغذائية. اليوم يعني اختراعات، هناك اختراعات يا أستاذ فارس، أستاذ هشام، هناك اختراعات، يعني انا ما سموهم الاختراعات لانهم يعني ميليشيات حوثيه وربما نقول عصابات، لكن لماذا لا يكون هناك قوانين قرارات تصدر لتعزيز هذا الجانب، لتعزيز الايرادات، لخلق يعني اوعيه ايراديه جديده ربما لم تكن موجوده، ايضا الضرائب على في كثير من الـ من 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 الـ من الفئات لا تدفع أو لا تدفع ضرائب، دفعت الضرائب في مختلف الاتجاهات وأخذت الأموال بطريقة عجيبة من كل المنافذ التي كنا لا نتصورها،
ويعني أموال طائلة تصل إلى أقبية ومخازن الحوثي ولا يستفيد منها المواطن. نحن في الحكومة الشرعية لماذا لا نعزز هذه العمل ويستفيد منها المواطن ويستفيد منها الاقتصاد؟ يعني ضرائب الأراضي البيضاء وضرائب مش عارف إيش وضرائب كثيرة. هشام معي؟ نعم تفضل. والله تحدثنا عن هذا الموضوع وأن هذا يخضع للجهات المعنية في الحكومة، ولكن لا ننسى أننا في فترة الحرب وصل المواطن أو وضع المواطن اليمني إلى مستوى يرثى له. طيب أيوة ودعني أكمل. نعم، عندما نتحدث عن الأوعية الضريبية والجمركية في فترة الحرب فنحن نتحدث عن الحلقة الأضعف التي هي المواطن. لطالما تحدثنا أنه يجب أن نتحدث عن الإيرادات السيادية، لماذا لم تستعاد الإيرادات السيادية؟ الأمر الذي نتحرك مثلا فيه في اتجاه الاتصالات هو مثل التصرف الذي يأتي على استحياء. نعم نعم، وهذه إشكالية. إن سمحت لي، 9 سنوات حرب يفترض خلالها أنه تم استعادة مليارات، عشرات المليارات من الدولارات. إذا كان ميليشيا الحوثي تجني ما لا يقل عن 4.5 مليار سنويا، يأتي منها ما يفوق المليار من الاتصالات وكبار المكلفين وما شابه، أعتبر أن هذا الأمر أهم من فرض أوعية ضريبية وجمركية يتحملها المستهلك النهائي الذي هو المواطن أو الحلقة الأضعف إنجاز التسمية. نعم، يجب أن يتم الحديث عن آلية دخول المساعدات، والتي تحدثت عنها لنكون منصفين، تحدث عنها فخامة الرئيس وتحدثت الحكومة، لكن ما يزال المجتمع الدولي أو الجهات المانحة تسلمها للبنوك التجارية في صنعاء وتستفيد منها ميليشيا الحوثي. تحدثنا أنه يجب أن تكون هناك آلية لحوالات المغتربين التي حددت ب 3.5 مليار دولار في القنوات الرسمية، ويفوق ذلك المبلغ في القنوات الغير رسمية، تصب معظمها في مناطق الخضوع كون الكتلة السكانية الأكبر هناك. لا ندري لماذا لا توضع آلية لهذه الحوالات التي سيكون لها دور كبير. هناك الكثير من الأفكار. دقيقة واحدة أخي هشام، دقيقة واحدة. ما هي النقاط الأساسية التي يجب أن تعتمل خلال الفترة القادمة إضافة إلى ما قلت، يعني استكمالا؟ دقيقة واحدة نأخذ عشان الوقت. لنتحدث بشكل سريع، أركان الاقتصاد اليمني الذي يجب أن يفعل والذي هو معلوم لعقود سابقة، النفط والغاز بدرجة أساسية والذي هو متوقف، حوالة المغتربين والتي تصب معظمها في مناطق الخضوع، العمود الثالث للاقتصاد والتي هي المنح والمساعدات الدولية والإقليمية والتي أيضا يشوبها الكثير، ونتطلع إلى أن تدار بشكل أفضل وتمر عبر البنك المركزي عدن. هذه كثلاث عوامل رئيسية في الاقتصاد. شكرا. إضافة لضرورة استعادة الإيرادات السيادية من ميليشيا الحوثي. شكرا جزيلا لك. دعني أيضا دقيقة واحدة للأخ فارس. أخي فارس، أنا أستغرب يعني كثير جدا جدا من الأشياء التي ذهبت وكان يمكن أن نستفيد منها. يا أخي، قبل أسبوعين الحوثة أخذوا 100 مليون دولار من ميزانية شركة الطيران اليمنية ولم يعيدوها إلى الآن. أيضا الطيران الدولي الذي يدفع رسوم المرور لا يدفع، أشياء كثيرة، ملفات اقتصادية مهمة، أموال طائلة يمكن أن تعود ونستفيد منها ويستفيد منها المواطن. إن من أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها علاوة على ما ذكرناه، يجب نقل مراكز التحكم بالأجواء من العاصمة المغتصبة صنعاء إلى عدن. يجب محاربة التهرب الضريبي والجمركي وإجبار كبار المكلفين كمستوردين الدخان على دفع ضرائبهم لدى مناطق الشرعية. استمرار الضغط الدولي لتوجيه كافة المساعدات الإنسانية عن طريق البنك المركزي لما لذلك من أهمية في دعم فاتورة
استيراد السلع، وبالتالي استقرار أسعار السلع واستقرار أسعار الصرف. إعادة النظر في البرامج التي تنفذها الأمم المتحدة بالشراكة مع جهات فاقدة الأهلية القانونية كمشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الألغام الذين ما زالوا تتدفق لهم مئات الملايين الدولارات، واتخاذ القرارات اللازمة لإعادة هيكلة الصندوق الاجتماعي للتنمية وإعادة عمله من ومشروع الأشغال العامة وإعادة عملهم من العاصمة المؤقتة عدن. اليوم باتجاه مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، التفكير خارج الصندوق وفي كيفية إبرام عقود لبيع النفط حتى ولو كانت يتم تسليم النفط بشكل لاحق بينما يتم أخذ الأموال الآن، وهذه من ضمن الأفكار التي ممكن أن تعزز أو تعالج حالة العجز في موازنة الدولة، وهي خطوات. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أخي. الوقت لم يسعفنا طبعا، والحديث عن الاقتصاد طويل، ولكن هذه أهم الإجراءات. ولا مناص اليوم من تعزيز طبعا الإيرادات الضريبية والجمركية، وكذلك عودة صادرات النفط والغاز، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الصلاف الذي يقوم به الحوثي على مستوى ميناء عدن. دعني أضيف، نريد جذب الاستثمارات والمستثمرين والتجار اليمنيين وتهيئة الظروف المناسبة لهم داخل مناطقهم الذين يعني يعانون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. لماذا لا نعزز حضورهم في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ونعطيهم الأمان والضمان وما إلى ذلك من وسائل؟ شكرا جزيلا أستاذ فارس النجار الخبير الاقتصادي، ونشكر الدكتور هشام الصري أستاذ الاقتصاد المساعد في المعهد الوطني للعلوم الإدارية. شكرا جزيلا لكما. ومشاهدي الكرام، نواصل معكم هذا البرنامج ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى. هشام الحكيمي مدير قسم الأمن والحماية في منظمة سيف تشيلدرن الذي توفي جراء التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي بعد 45 يوما من الاعتقال. هشام الذي ترعرع في مدينة ذمار وأحب صنعاء حد العشق، ممتلئ بالسعادة والابتسامة لا تفارقه. المنظمة قررت نقله إلى العمل في الأردن، لكنه فضل العودة للعمل في اليمن. لم يكن يدرك مدى الخطورة التي يواجهها في ظل سلطة تكن له العداء لكل شيء وتتربص بكل العاملين في المنظمات الإغاثية. عناصر مخابرات الحوثيين اعترضته واقتادته وظل حبيسا لديها حتى إبلاغ أسرته بوفاته. ما هي قصة هشام الحكيمي؟ لماذا هذه المنظمة لم حتى تنعي هشام الحكيمي إلا بعد فترة من الزمن؟ كثير من القرارات وكثير من من الأخبار التي وصلتنا تنبئ عن شيء ما. دكتور إيهاب، هل تعرف الفقيد هشام الحكيمي؟ طبعا أنا سمعت به مثل ما سمع كل اليمنيين بقصته و اعتقاله في سبتمبر الماضي، ووفاته في سجون الحوثي. هذه القصة يعني مثلها مثل غيرها من القصص المؤلمة في اليمن لكل اليمنيين ما فيهم موظفين الأمم المتحدة. الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة إذا لم تخلق الأمن والسلام للمجتمعات فلم تستطع أيضا ولم تستطع خلقه لموظفيهم الذين ينتشرون في أكثر من 160 دولة حول العالم. الأمم المتحدة لديها 36 ألف موظف يعملون في 160 دولة في العالم، وميزانيتهم تفوق ال 15 مليار دولار سنويا. هذا الإحصائية للعام 23. هذا يعني أنهم في حد ذاتهم كيان ودولة، وإذا لم يكونوا قارة يستهدفون يعني مثل ما تستهدف البلدان، وتتحكم بهم السياسة مثل ما تتحكم السياسة بالبلدان الأخرى. لذلك لابد من الأمم المتحدة أن تقوم بواجباتها مع المجتمعات حتى لا يطالها ما يطال المجتمعات. يعني 462 شخص من موظفي الأمم المتحدة خلال العشر سنوات فقدوا حياتهم في مناطق عملهم من أصل 36 ألف كما أسلفت القول. صحيح أنها نسبة صغيرة لكنها مؤثرة وذات دلالة عالية، يعني بأن الأمم المتحدة لم تستطع حماية موظفيها، فكيف ستخلق الحماية
والعدالة التي هي يعني تتجسد في مبادئها أو في قطاعاتها الأساسية للعمل، ابتداء من التنمية ومرورا بالعدالة والحماية وحقوق الإنسان وانتهاء حتى يعني مراقبة المخدرات ومكافحة الجريمة والإرهاب. دكتور إيهاب، دكتور إيهاب، دكتور، دعنا نتتبع حالة هشام الحكيمي منذ اعتقاله في 9 سبتمبر من أحد شوارع صنعاء. يعني هذا الشخص يعتبر مدير في منظمة سيف تشيلدرن، وهذه المنظمة معنية بنشاط الأخ هشام، وهي تعلم أن الميليشيات الحوثية اختطفت. ولكن عندما زرنا أو تصفحنا موقع هذه المنظمة لم نرى أي بيان يندد بحالة الاختطاف. هذا قبل حالة قبل التسليم لأهله مقتولا. يعني خلال فترة الاختطاف لم نرى أي نشاط لهذه المنظمة أو منظمات سابقة تطالب ب يعني الجهات التي اعتقلته بإطلاق سراحه، لأنهم هم أنفسهم كسيف شيلدرين أو كمنظمة الأمم المتحدة المتواجدة في صنعاء يعني تعيش حالة ابتزاز من قبل الحوثيين. هذا الأمر واضح، وليست في سيف شيلدرين لوحدها، هناك الـ UNGP وهناك WFP وهناك منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كلها المتواجدة في صنعاء هي تحت طائلة الحوثي وتحت طائلة ابتزازهم، وبالتالي لابد من كل فترة وفترة أخرى أن يتم تعزيز هذا الابتزاز باختطافات واعتقالات وقتل أيضا تحت التعذيب، ناهيك عن التدخلات في برامجهم عن الأساسية وعن جني الأموال الطائلة من تلك المنظمات. الحقيقة مثل ما أحمل الحوثي يعني كامل المسؤولية عن مقتل الأخ هشام الحكيمي وأيضا الكثير من الأحداث التي حصلت في موظفي الأمم المتحدة، أحمل أيضا الأمم المتحدة جزء كبير أيضا من تماهيهم مع جماعة الحوثي والاستسلام لهذا الابتزاز. طالبنا الكثير منهم أن يفتحوا مكاتبهم بشكل مستقل وكامل في المحافظات المحررة، لكنهم فتحوها شكلا وأصبحت مربوطة فقط في صنعاء، ويشعر كل من يعمل معهم بالرعب من أي موظف في صنعاء. نعم، هناك يعني أخبار تقول إن يعني إحدى العاملات في هذه المنظمة هي من قامت بالوشاية بحق هشام لدى الميليشيات الحوثية بعد اجتماعها في كل من صعدة وصنعاء بقيادات حوثية، والإعاز لهم أن هشام الحكيمي رحمة الله عليه يعني لا يريد لبعض البرامج وأن تقام في مناطق سيطرة الميليشيات، وإنما يريدها أن تقام في مناطق أخرى، ما يعني قامت بالوشاية به، وهذا كان سبب اعتقال هشام حسب التسريبات. يعني هذه منظمة دولية وهذه عاملة في هذه المنظمة أو عامل في هذه المنظمة ويتعامل مع الحوثيين بطريقة لا أخلاقية وفقا لهذا المبدأ. جميع من يعمل مع الأمم المتحدة بمنظمات مختلفة هو تحت طائلة الحوثي، وهو متحوث وهو حوثي أو ما شابه ذلك، كلهم يعني أو لا أريد أن أقول جميعهم لكن أغلبهم بهذا الشكل. فقد تحدث خلافات بينهم يعني وتضارب في المصالح، لكن الحقيقة نحن ليس في صدد أن ندقق النظر إلى هذا المستوى. هذا دور المفروض النيابة والتحقيق الذي تطالب المفروض به الأمم المتحدة بمنظماتها المختلفة والمنظمات الدولية، لكن الخطوط العريضة لدينا هي ما يحدث ويتكرر بشكل يعني متسق تماما مع الأحداث. عندما تبدأ الأمم المتحدة باتخاذ برامج وإجراءات يعني من شأنها تعزيز مصالح الناس والمستفيدين، تتدخل جماعة الحوثي بفرض يعني نظامها، بفرض يعني نظرتها، بفرض استحواذهم على المال، بفرض القوة، بالاعتقالات، يعني خلق أنظمة جديدة ليس لا تمثل القانون بصلة. هذه الأمور كلها يعني يستسلم لها المنظمات وهما يتحملون المسؤولية. طيب تفضل. لا أريد أن أقلل من الحادثة، ولكن حادثة كبيرة، لكنها يعني
خط عريض فيما يحدث في اليمن. يعني دعني 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 فقط يعني أؤكد الموضوع. يعني بعد هذه التسريبات أن إحدى العاملات في هذه المنظمة هي من قامت بالوشاية، اليوم هذه المنظمة أعلنت عن فتح تحقيق داخلي حول ظروف احتجاز موظفها هشام الحكيمي الذي قضى في السجون. وقالت المنظمة في البيان كجزء من المراجعة الداخلية للمنظمة طلبنا المساعدة من شركة قانونية مستقلة لمراجعة الظروف المحيطة باحتجاز هشام ومدى استجابة المنظمة طوال فترة الاحتجاز وبعد هذا الاحتجاز. يعني هذه الظروف المختلفة أو ربما التسريبات وأيضا البيانات وأيضا التحقيقات الداخلية، كيف تقرأها دكتور إيهاب؟ يعني هو إجراء في السياق السليم إذا كان في جو سليم، لكن الحقيقة الجو ليس سليما في صنعاء. يعني حتى المكاتب القانونية أو الجهات الاستشارية التي ستتدخل في الأمر لإيضاح ملابسات الأحداث في التحقيق الداخلي هي جهات يعني مفوضة ومخولة من الإسكيمشا، وهو المجلس الأعلى لشؤون التنسيق الإغاثة الإنسانية المربوط بالمجلس السياسي الأعلى. لا يوجد تصريح لأي جهة تعمل، كان محاسبين قانونيين أو جهات متخصصة في الاستشارات تعمل مع الأمم المتحدة، إلا ومرت بالإسكيمشا، وبالتالي هي أحد أجزاء هذا النظام الذي يفرض على المنظمات كل ذلك التعنت وكل ذلك الابتزاز. ما هي بنظرك الإجراءات الآن التي يجب أن تتخذ يعني حيال هكذا موقف؟ هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، وهناك أيضا من يقبعون الآن في سجون الميليشيات الحوثية. كل من يعني يتم الوشاية به أو ربما يشكون في أنه يعمل، وهذه منظمة دولية تعمل في هذا الإطار ومن أجل المواطنين ومن أجل هذه الجغرافيا بعيدة عن عمل السياسة، ومع ذلك يتعرضون للاعتقال. بنظرك ما الذي يتوجب القيام به لمواجهة هذا الإجرام؟ أولا طبعا الحوثيين رفضوا أو التعليق على الحادثة ويتهربون أيضا من كشف ملابسات وفاة هشام. ما الذي يتوجب عمله من قبل المنظمات الأخرى وأيضا الحكومة الشرعية؟ أولا هناك جهة يعني وهي اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يعني تعمل باليمن بقرار جمهوري، هي أثبتت كفاءتها وحياديتها حتى في تقاريرها عندما تصف أي خروقات أو تجاوزات من قبل كل الأطراف ما فيهم الشرعية التي أقرت تعيين هذه اللجنة. هذه اللجنة تستطيع أن تتدخل بالأمر إذا أتيح لها الفرصة، وتدخلت في التحقيق الداخلي ورفعت بملابسات هذه القضية. فقد تكون قضية جنائية بحتة، لا يوجد لها الجانب السياسي أو الجانب التنظيمي لجماعة الحوثي في فرض يعني هيمنتهم على المنظمات الدولية، أو قد تكون جانب سياسي بحت ويراد به الهيمنة وابتزاز هذه المنظمات. لذلك وجود جهة محايدة هام جدا في التحقيق، حتى النيابة العامة في صنعاء يعني ليست عادلة، والمحاكم التي تطلق الأحكام الإعدام هنا وهناك ليست عادلة. لذلك المنظمات هذه هل ستأتي، وهو تحقيق داخلي، هل ستأتي بجهات من الخارج تتبع المنظمات، أم ستأتي بجهة يعني شرعية داخل اليمن وبقرار جمهوري هي اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان؟ هذا في اعتقادي التصرف الوحيد الصحيح الذي قد يظهر الحقيقة للمجتمع وقد يبين ملابسات هذه الأحداث. أود الإشارة إلى أن مثل ما تحدثت عن وجود بلاغ أو شكوى أو يعني خلاف بينه وبين المرحوم الشهيد وبين أحد الموظفات في الأمم المتحدة، هي أيضا الإيمانيات التي سقطنا يعني في براثن الحوثي وتعتبر أحد الضحايا. يعني أنا أتحدث عن اليمنيين بشكل عام، كل الذين يعملون في المنظمات، كل الذين يعملون في القطاع الخاص، كل الذين مرهونين تحت سلطة وهيمنة الحوثي في المحافظات الغير محررة هم يعني ضحايا. هناك أحداث كثيرة، يعني قتل الأطباء يعني في مقتبل حياتهم يعني بوحشية مفرطة، هناك تعدي على الحقوق الخاصة، هناك يعني مصادرات لأموال وعقارات، هناك اعتقالات أكثر من 2000 حادثة يعني
تعرض للاعتقال بنقاط التفتيش فقط في اليوم الواحد في المحافظات الغير محررة. هذا يؤدي إلى وجود كم كبير يدخلون المعتقلات. لم تعلق لم تعلق لم تعلق هذه المنظمات حتى يعني أو تهدد بتوقيف عملها حتى لمدة يوم واحد للضغط على الميليشيات الحوثية، لكنهم يطالبون يعني مطالبة أممية. شؤون منسقة الشؤون الإنسانية تكلم ديفيد غريسلي دعا إلى سرعة الكشف عن تفاصيل، يعني فقط من هذا الكلام الذي لا يؤتي أكله أو ثماره. موظف الأمم المتحدة أيضا يعني يعبر عن قلقهم البالغ إزاء سفراء الاتحاد الأوروبي لدى يديننا الجريمة، وطالبوا في بيان سرعة التوضيح ملابسات. يعني إلى الآن لا توجد مواقف ممكن تقول حازمة حيال هذا الإجرام الحوثي المبارك ربما من قبل هذه الجهات. صحيح، وهل يوجد أي إجراء قام به زملاؤهم الموظفين في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية والمحلية؟ هل قاموا بإضراب؟ هل قاموا بالخروج إلى الشارع؟ هل يعني قدموا أي فعل غير يعني الشعور بالإحباط؟ يعني ما الذي يجب أن يقومون به؟ ما الذي يجب أن يعملوه؟ المفترض أن هناك نقابات لهؤلاء الموظفين، هناك تشكيلات يعني مجتمعية، هناك منظمات مترابطة محلية ودولية وأممية، لا بد أن يكون لها موقف. اليوم يسقط هشام وغدا يسقط، سقط قبله الكثير وسيسقط بعده الكثير. نداءك يا دكتور إيهاب الآن عبر قناة عدن، لمن توجه هذا النداء؟ أنا بالتحديد لا يوجد جهة يعني فيها الأمل حتى نناديهم غير الزملاء والعاملين في المنظمات، ومن اليمنيين بالتحديد أن يعني يقفوا او يعبروا عن موقفهم بشكل واضح وجلي حتى لا يقعوا هم مستقبلا في هذه الاحداث ولا يكونوا ضحيه مستقبليه يعني حتميه. دكتور ايهاب، يعني هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وان شاء الله باذن الله تعالى سيتم يعني هذه الملفات يجب حفظها ورفعها وايضا تجهيز هذه الملفات ومعرفه الذين قاموا بالاجرام والجهات التي اعتقلت والجهات التي تعاملت مع هشام وغيره، وإن شاء الله لن تسقط بالتقادم وسينالون جزاءهم بإذن الله تعالى عاجلا أو آجلا بإذنه تعالى. شكرا دكتور إيهاب القرشي الباحث في الشؤون الاقتصادية والإنسانية، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج استوديو عدن. في ختام لكم جميعا التحايا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.